اوبا. معلش يا علي، ده لي الشمبانيا خير. اطلع غير. يلا يا جمال، انا جعت بقى بصراحه يا جماعه، انتوا حرين. طب ما تعمل لنا طبقين على ذوقك كده يا منى. من عليا. في انت كمان ساعه ما جيت وانت مش على بعضك. مفيش حاجه يا جمال. مفيش حاجه يا جيمي. في حاجه حصلت غير اللي انت حكيتهولي؟ لا لا. امال مالك؟ انت مش قلت انت فتحتها في الموضوع وكانت مبسوطه؟ ايه؟ امال مالك فيه؟ ما تتكلم يا عم. مفيش حاجه، متضايق بس شويه. طب انت مثلا حاسس انت تسرعت ان انت خدت خطوه زي دي؟ لا خالص. ربا هي الانسانه ما حدش يختلف عليها. ما حدش يختلف عليها؟ هو انت بتشتري شقه؟ ما تتكلم يا عم. في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، انا بس مش مصدق الموضوع جه بسرعه كده. عارف لما تبقى طول عمرك بتدور على بني ادمه ومتخيل ان انت عمرك ما هتلاقيها، وفجاه تلاقيها في وشك بتتثبت. لا، واحلامها شبه احلامك وبتفكر زيك، مريحه كده يا اخي. توصلك لمرحلة ان انت بتبقى واثق ومتأكد انك عمرك في حياتك ما هتخونها، ولا هي هتخونك، ولا عمركم هتضحكوا على بعض. ايوه يعني في حد كده ضحك على التاني؟ لا طبعا. لا طبعا. انت يا ابني هتجنني ليه؟ محسس ان كلامك غير اللي حصل يعني. يا عم روبا هي الانسان انا نفسي طول عمري يبقى معاها، هي دي اللي انا بحلم بيها طول عمري. انا بصراحة مش قادر استنى اكتر من كده، انا جعان. ميرسي يا منى. لا لا شكرا، مش عايز. انا همشي. ماشي رايح فين؟ معلش يا منى، تعبان شوية بس. مبروك. ده ماله ده؟ مش عارف بصراحة. ناس كتير بعد خبر مقتل السفير بهجة سالم ظنوا ان دي البروفة التانية لوفاته، واننا ربما بعد عدد من السنوات نكتشف ان الراجل ما زال على قيد الحياة زي ما حصل قبل كده في حادث اغتياله الشهير في العاصمة العراقية بغداد. ثم اكتشفنا انه على قيد الحياة بعد حادث تفجير الكنيسة لما ورد اسمه في قائمة مكالمات جمال الجبالي. المرة دي النيابة امرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وتأكدت الوفاة بالفعل، رحمة الله عليه. نتمنى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ملا، مالك يا أستاذة؟ في حاجة؟ أستاذة ليلى، حضرتك كويسة؟ خير يا زين؟ ليلى آسف، أنا عارف إنك على الهوا، بس الخبر اللي عندي ما ينفعش يستنى. خير؟ في حد من زمايلي بلغني حالا دلوقتي إن النيابة وجهت اتهام قتل السفير بهجت سالم لجمال. ها، أجيب لك إيه تشرب؟ خلينا نكمل الليلة. دي الليلة ليلتك. ليلة إيه بقى ما اتضربت خلاص؟ واحد مشي والتاني سكران وطلع ينام. شكلها رست على أنا وأنت في الآخر. طول عمرها راسي علي انا وانت يا جمال، بس انت اللي مش شايف. واحنا قلنا ايه؟
انت ما بتقولش، انا اللي عماله اقول لحد ما صوتي راح. لو الفايده بتيجي من الكلام كان زماننا مع بعض من زمان، كنت ما اتكلمت. منى، مجرد كلامي معاك في الموضوع ده خيانه لعلي. ما تنسيش احنا فين. مش هقولك فكري في علي بطريقه تانية، فكري في ابنه. انتوا بينكوا ولد بكره يكبر يشيل اسمه غصب عنك. روحي طلعتي غلط الفريال، انت سامعه؟ انت بتشبهني بفريال يا جمال؟ للدرجات دي انا رخيصه؟ انا ماشي. فريال بعتك عشان كده رخصت، لكن انا مستعده ابيع لك حياتي كلها وانت شايفها ارخص من انك تشتريها لو حتى بكلمه واحده منك. واحنا مفيش بينا غير كلمه واحده بس. علي، يا ريتك افتكرت مليون جنيه، كانت نفعتك سيرته. وانت يا سيدي عندي اغلى من مليون جنيه كمان. فعلا؟ اي حد يعرف اللي بينا يا جمال يصدق ان انا عندك اهم واغلى من فلوس الدنيا كلها. عارف ليه؟ لان انا السبب في اللي انت فيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي وبس، ده كلام بينه وبينه وبنكمله. انت اتجننت؟ استني يا منى، سبب في ايه يا علي بالظبط؟ في كل حاجة، في شغلك، في فلوسك، في اللي وصلت له، حتى في عمرك نفسه. مين اللي رشحك للجهاز زمان ونقلك نقلة تانية ما كنتش تحلم بيها؟ مش أنا. مين اللي نصحك تتعامل ازاي وتعمل ايه وقدمك للناس؟ ها؟ أنا. مين اللي طمعت في مكانه واخدته منه أول ما وقفت على رجليك؟ مش أنا. مين اللي برغم ده كله فضل محافظ عليك وبيحمي ظهرك في كل عملية طلعناها؟ عبد لله علي الميري. طمعت في مكان مين يا علي؟ انت يا ريتك طمعت في مكاني وفرحت انك بقيت نمرة واحد. الا ما كفكش، انت طمعت في مراتي كمان. ايه التخريف ده؟ انت سكرت ولا ايه؟ انا واعي لكل كلمة بقولها، علشان خلاص لحد هنا الطمع انتهى وجي وقت الحساب. انت بتعمل كده ليه؟ ما تفهمني. فين طول عمرنا صحاب، عملنا مع بعض كل حاجة، الوسخ قبل الحلو، فتحنا بيوتنا لبعض زي الاخوات واكتر. يمكن اكون حقدت عليك، كرهتك، تمنيت لك الشر، لكن عمري ما طمعت في لحمك يا جمال، عمري. بس انت عملت كده. انت بتقول ايه؟ اقرا ده وانت تعرف. ده تحليل الدي ان ايه اللي الهانم عاملاه من ورايا، عايزه تتاكد ان انا ابو رامي ولا لا. وده يخليك تتهمني؟ مفيش غيرك. أنا هعمل فيك كده إزاي؟ أنا شايفكوا بعينيا وأنتوا نازلين من شقة الهانم اللي بتقول إنها قافلاها دايماً. ده كان استعداد للباب التاني يا هانم. أنا مش هرد عليك. الباشا يرد بدالك. أرد عليك أقول لك إيه؟ ده أنت جايب اتهام وجاي مصدقه. أنت قلت أنت بتكرهني وبتتمنى لي الشر. هي جات لك الفرصة يا علي، بس قلت تكبرها وتبروزها عشان يبقى ليك الحق تعمل أي حاجة حتى لو وصلت لقتلي. مراتك عندك؟ اسألها كده مين عمل فيك كده؟ اخرسوا. انتوا فاكريني ايه؟ تهمه بتحدفوها لبعض؟ واحده مرميه في دراع كل واحد شويه مش عارفين مين اللي غلط معاها؟ طلقني يا علي، طلقني لو كنت راجل قوي كده. انت صعبان عليا بس انا عذرك. عارف ليه؟ عشان طول عمري كنت بشوف نفسي فيك، على اخويا وصاحبي. بس من النهارده خلاص احنا ما نعرفش بعض، كل واحد فينا من طريق. أنا طالع من تحت الأرض وأنت جواها ومصدق إنك عايش. دنيتين مختلفين ومينفعش يتقابلوا تاني خلاص. مش مصدقك يا جمال، مش مصدقك. حضر لك مفاجأة. سليم، وحشتني قوي 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 قوي. وانت كمان يا بابا. تعال تعال جنبي هنا. انت وحشتني قوي، عامل ايه؟ وانت كمان يا بابا وحشتني، ما تسيبنيش لوحدي تاني. مش هسيبك تاني، انا كان عندي مشاكل وخلصت، مش هبعد عنك تاني ابدا.
بجد يا بوبي؟ بجد انا زعلان عشان جده سايبني لوحدي. جده مسايبك لوحدك؟ جده فوق عند ربنا بيبص علينا من فوق من البيت الجديد من الشباك صغير قد كده. البيت ده هروح نعيش فيه كلنا سوا مع بعض. مش انت زمان كنت بتشوفه بيقعد ينظف البيت مع اسماء؟ هو برضو المره دي سبقنا عشان نضاف لنا البيت ويحط لنا كل الحاجات الحلوه اللي كنا بنحبها، وقدام شويه بعدين هنروح نعيش معاه هناك. طب ليه ما خدنيش معاه؟ انا هنا لوحدي. انت مش لوحدك، طنط منى جابت لنا البيت ده عشان نعيش فيه كلنا مع بعض. هما كام يوم هسافر وهنرجع نفضل مع بعض طول العمر، مش هسيبك تاني ابدا. بجد يا بابي؟ بجد. طب خدني معاك. معلش المره اللي جايه هاخدك معايا. انت اكتر حاجه انا بحبها في الدنيا. وانت اكتر حاجه بحبها في الدنيا. عملت لك كوبايتين شاي يا ابويا يستاهلوا بقك. اشربوا انت يا حبيبي بالهنا والشفا. انا خلاص بطلت شاي. بطلت شاي؟ ليه يا ابويا؟ هو ابونا قال حرام ولا ايه؟ لا بس اللي كانت بتشربه معايا خلاص راحت وسابتني واتحرمت منه. يبقى ازاي انا استطعمه من غيرها يا ابني؟ ايوه بس هي في الملكوت دلوقتي يا عم نجيب، واكيد مبسوطه اكتر مننا. اذكر الخلة والمرارة التي شربها يسوع من أجلك وبذلك تضبط نفسك يا ابني. مش كفاية أنك حارم نفسك من بيتك ومراتك وقاعد هنا عشان تجيب حق اللي راحوا؟ إيه يعني لما أنا أحرم نفسي من حاجة ولا اتنين عشان أحس أن أنا بشكك برضو يا بطل؟ اللي يريحك يا ابني. الرب يرعاك يا ابني، الرب يرعاك. ما ينفعش من غير توكيل. هيروح يقول لهم ايه يعني؟ صاحبه من طرفه؟ مفيش الكلام ده يا محمد بيه. اعمل لي توكيل الاول. مع السلامه. شكلك مشغول قوي. ده انت حتى ما جبتليش حاجه اشربها. المكان مكانك يا ماما. قومي اعملي اللي انت عايزاه. ياه؟ للدرجه دي؟ ويا ترى ايه بقى اللي شغلك عني؟ جرايه يا منى، ده ورق شغل. وبتزعقلي كمان. اصل في حدود لكل حاجه يعني. حدود؟ ده انا بعمل معاك اللي ما بعملوش مع جوزي. وتقولي حدود؟ وفي ايه يا منى؟ في ايه انت يا اشرف؟ واضح ان انت فاضيه بقى وجايه روايه. اتفضلي اتكلمي، انا سامعك. عندي مشكله وعايزك تحلها لي. طب وايه الجديد يعني؟ انت على طول عندك مشاكل. لما بتبقى مشاكل لوحدي انا اللي بحلها ومطلبش من حد يحلها لي، لكن لما بتبقى شريك معايا فيها يبقى غصب عنك لازم تحلها لي. وايه بقى ان شاء الله المشكله اللي انا شريك معاكي فيها؟ اني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. شريك معايا فيها دي ولا مش شريك؟ مش بقولك انت فاضيه، لا وتافهه كمان. والله طب اهو جريئه ولا في ايه؟ ما انا تافهه بقى، تافهه. مجنونه صغيره. عشمتني بالحلق، خرمت انا وداني. قوم يا صالح يا حبيبي ادخل اوضتك. اوضته ايه يا حبيبتي؟ انت بتضحكي على الواد ولا ايه؟ معلش يا دناي، اصل امك ما تعرفش، ما تعرفيش يا اختي ان البيت ده كله ما فيهوش غير مطرحين وبس. قوم يا سليم ادخل اوضه ستك وغير هدومك. هو في ايه؟ في ايه؟ هو كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح؟ انت مش قلتي هتجيبي لي شقه في زايد؟ ابص الاقيكي داخله لي وفي ايدك الواد. ليه يا اختي؟ هو القصر والحرام لك اللي يحتكم عليه جوزك هيضيق باوضه الواد؟ ما انت لو تصبري على رزقك مش هتقولي اي كلام. ما هو كله كلام في كلام، بلانيله بقى. الواد هيقعد عندك كام يوم؟ اسبوع بالكتير. طب افهم ليه؟ عشان ابوه اخد براءه من القضيه اياها، وانت عارفه ان ايده طايله ويعرف ناس في الداخليه. مش عايزاه يرجع ياخد مني ابني تاني. يعني هو جوزك ايده مش اطول منه؟ لا ايده اطول منه، بس احنا متفقين انه ما يتدخلش في اي حاجه ليها علاقه بالواد. وجمال ماله مال الواد؟ اشحال لو ما كانتش حضنته من حقك. حق ايه يا حبيبتي؟ هي البلد اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي فيها حاجه اسمها حق ومستحق؟ البلد دلوقتي بقى اللي بيقدر يعمل حاجه يعملها من صغيرها لكبيرها. يعني انت جايبه الواد عندي التويه عشان جمال ما يعرفوش سكه؟ الله ينور عليكي. هيقعد معاكي كام يوم؟ انا عايزه جمال يلف حوالين نفسه لحد ما يخبط راسه في الحيط، وبعدين هبقى اخد منك الولد.
اي كومي. تمام اتحرك انت. خد دوق ده وقول لي هتعرفه ولا لا. ما تشمش سف على طول. يا ستر ده ايه ده؟ ده بردقوش. افتكرته. ابويا الله يرحمه كان بيغليه يشربه لما يكون عنده برد. البرد والكبد والقولون وحاجات تانية كتير. كانوا زمان فاكرينه بيطرد الحزن. كانش حد غلب. كان زمانه دلوقتي اغلى من البودرة. صح. وكانت الداخلية عملت له ادارة مكافحة البردقوش. ايوه يا عم اضحك بقى وعديها. قول لي ناوي على ايه؟ ناوي اسافر. في حاجات بره لازم اروح اجيبها. من غيرها مش هعرف اعمل اي حاجة. الحاجات دي عند حد؟ لا. في بنك. وقت ما تنوي قول لي. انا ليا في كل بلد زبون من اللي بصدر لهم الشغل ده. ويخدموا يعني. اكيد. هو بس مشوار البنك ولا في مصلحة تانية؟ ما تشغلش دماغك انت. يبقى فيه ولازم اطمن عليك يا صاحبي. لازم اعرف مكان المهدي واروح له. هو مش اخر الخيط بس انا متأكد ان انا هعرف منه كل حاجة. وبعد ما تعرف هرد له الواجب مرتين. المهدي هو اللي بلغ عني وانا مش هعدها له ابدا. الواجب التاني؟ تولين. لازم اخرجها من الجحيم اللي معيشها فيه. غلبانة قوي البنت دي. اديك انت شفتها بنفسك. عندها مشاكل قد عمرها 100 مرة. رغم كده ساعدتني وقفت جنبي ومش عايزة مني أي حاجة. أكبرك. ألو. أنت مين؟ أستاذ. أستاذ ما ينفعش كده. أستاذ. اتفضل أنتوا. الحمد لله على السلامة. سليم فين؟ موجود وبخير لو فلوسي موجودة وبخير. يعني ايه؟ بلاش نلف وندور على بعض، انت عارف كويس قوي. ابني فين يا كومي؟ هرجعهولك لما ترجعلي الفلوس اللي اخدتها مني. فلوس ايه اللي بتساومني بيها على ابني دي؟ الفلوس اللي اخدتها مني. الواد بتاع نقل الاموال اعترف على كل حاجة يا جمال. مين الواد ده؟ بلاش نستعبط. ابنك موجود عندي ومش في البيت عشان تبقى عارف. وفي الحفظ والصون. والله رجعتلي فلوسي، رجعتلك ابنك. ما كانش يبقى انت حر، وفلوسي برضه هعرف ارجعها يا جمال. ورحمة ابويا يا كومي. لو ابني حصل له حاجة هسلخك وانت صاحي. اعمل اللي انت عايزه. عندك 48 ساعة عشان تجيب الفلوس. عمو صابر. مساء الكل. قرأت بكرة كلها اهي. شكرا. العفو يا استاذة. أنا آسف يا جيم، بس والله العظيم أول ما كلمني ما كنت فاهم الموضوع كده خالص. عارف يا أشرف، مش ده المهم. هو كان لازم أبني بأي شكل وخلاص. يتذبح وتساوى وقت وفرق على الناس كلها. مبروك البراءة جمال. والنعمة ذبحت عجل حلاوة البراءة. براءة على حاجة ما عملتهاش؟ معلش يا صاحبي. أحسن من السجن على حاجة برضه ما عملتهاش. في إيه مالكم؟ فلوس الكومي اتسرقت من كام يوم وهي بتتنقل. فلوس الكومي؟ انت مالك بموضوع زي ده؟ هو بيقول لي انا اللي عاملها لحسابي. والواد قال عليا كمان. واد مين؟ سواق عربية نقل الاموال. الكومي خطف ابني يا بابو. وبيساومني لو ما رجعتش الفلوس مش هشوف الواد تاني. ما يكونش عندك فكرة. املاك الكومي كلها قد ايه؟ ساعة زمن واحصرها لك ونحوطها وقتي. اكيد سليم مستخبي في واحدة منهم. اللي عايز اعرفه دلوقتي مين اللي ورا كل ده ومصلحته ايه بالظبط؟ حاجة حاجة يا صاحبي. كربش الدنيا على دماغك. كل اللي عايز تعرفه هتعرفه يا جيم. بس زي ما بوب بيقول لك حاجه حاجه. احنا النهارده قدرنا نحل اهم حاجه وهي براءتك. وهنحل اللي بعديها ان شاء الله. براءتي ايه يا اشرف؟ براءتي اللي مالهاش لا طعم ولا قيمه دي. هي الدنيا مالها فيها ايه؟ ليه كل ما تروق ترجع تتعكر تاني؟ مين اللي عايز يوقعني كل ما بقف على رجلي؟ اليوم اللي اقدر امشي فيه في الشارع رافع راسي لفوق الاقي ابويا مات وابني مش في ايدي. الظاهر ان انا مش مكتوب لي راحه في الدنيا دي ابدا.